لم تكن الانتفاضة الأخيرة لموقوفي فتح الإسلام في سجن رومي في نيسان 2011 محاولة أخيرة للفرار، لأنهم ليل الأربعاء وتحديداً التاسعة ليلاً كشفوا وهم يخططون لإحداث شغب في ليلة عاصفة بين الميلاد ورأس السنة ليتمكنوا من الفرار من دون أن يدركهم العناصر. فبعد سماع قرقعات وضجيج في المكتبة حيث يتواجد فتح الإسلام للصلاة والقراءة في مبنى الموقوفين ب، اتصل العقيد الركن عامر زيلع بالنيابة العامة العسكرية لإبلاغها. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف معاونه القاضي داني الزعني الذي باشر بمتابعة التحقيقات. بتبين له في قص ومعامل الحديد الموجود بالطابق الثاني، بيرجع بينزل، يعني اكيد اللي فات لجوه معناتها في حدا فات، بدنا نعرف من وين فات. بيرجعوا بالبحث تبعهم بيلاقوا باب المكتبه اللي على الطابق الارضي كمان مشغول فيه، ومنه عم يطلعوا من باب المكتبه يطلعوا على الطابق الثاني بالمشغل. يوصلوا اخر شيء، كان في فجوه السنه الماضيه كمان اكتشفناها، ممكن كان الهدف تبعهم يوصلوا لهالفتحه هيدي. وين بيصيروا في حال فتح؟ بيوصلوا على الطريق لبرا. العناصر الامنيه ضبطت بحوزتهم عددا من المعدات، ويرجح ان يكون هنالك المزيد معهم صدروه من المشاغل ابان اعمال الشغب الاخيره. وتشير المعلومات إلى أن الفتحة التي كانوا يحاولون إحداثها تتسع لشخصين، ما يعني أنهم كانوا يخططون لفرار أكثر من 40 شخصا. كولونيل، فينا نقول يعني مساجين مصادرين بعضهم مناشير، يعني عم بيقصوا حديد، عم يقدروا يعني أكيد معهم، إيه، لكن هودي بشو عملون؟ بس نحن التفتيش سبق وقلت كذا مرة، عملنا كذا حملة تفتيش، حتى طلبت قوة من برا مش من عندي. أجوا فتشوا، عم نقدر نضبط قسم من الموجود، ما حدا قادر يضبط السجن إلا بحالة واحدة لما نفضي المبنى، نرجع نعيد تأهيله ونرجع نفتش السجن ونرجعهم. واتضح في كتب أرسلها الجيش اللبناني وفرع المعلومات في الأيام الأخيرة إلى سجن رومية أن الموقوفين يخططون للفرار، ومن بينهم الجزائريان عز الدين عبد القادر موسى ونصر الدين بالقايم، والسوريان ياسر الشقير الملقب بأبو صالح وهادي السنكري. هل يعيد موقوفو فتح الإسلام محاولة الفرار مجددا من سجن رومية عبر هذا الحائط، أم تنجح السلطة السياسية لمرة كما نجحت القوى الأمنية في إحباط محاولة الفرار؟ تنجح السلطة السياسية في تزويد سجن رومية ما يحتاجه من كاميرات وأبواب حديدية وكل ما يلزم من أجل ضبط الوضع فيه؟ من سجن رومية، برنا نعم شديد، MTV.